السلام عليكم. خطوة جديدة في طريق الأزمة اليمنية، هذه المرة تخطوها دولة السويد عبر سفيرها في الأمم المتحدة أولوف سكوغ، الذي قال إن بلاده تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع أطراف الأزمة اليمنية في محاولة للتوصل إلى حل ينهي النزاع الدموي. سكوغ أوضح في مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، أن السويد تحدثت إلى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، وأن بلاده على أتم الاستعداد لإجراء محادثات مع أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للصراع. وكانت السويد قد أرسلت مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية السويدية إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوثي وما يسمى بالمجلس السياسي. المبعوث بدوره أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة المفاوضات المقبلة، مسار تمضي فيه السويد بالتوازي مع مساعي المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث الذي وصل صنعاء عقب لقائه بجانب الشرعية في عدن. تمضي المساعي مجتمعة في سبيل الحيلولة دون استمرار معركة الحديدة، هذا ما تقوله الأحداث، غير أن دخول السويد على خط الأزمة اليمنية يحمل أكثر من دلالة، ليس أقلها أن اليمن باتت ملعبا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية بل والمصالح. أيضا فهل السويد ستستخدم مجلس الأمن لتصفية حساباتها مع السعودية؟ وإلى أي درجة تريد السويد التدخل في المشهد اليمني؟ مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المساء اليمني نناقش دخول السويد على خط الأزمة اليمنية، فأهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون. مساء الخير دكتور عادل. إذا يبدو أن هناك تطورات في المشهد اليمني ليست متسارعة، وإنما تمشي في كل مرة بخطوة جديدة ومتغيرة. دعنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. السويد الاسم البعيد عن اليمن تاريخا وجغرافيا وربما علاقات ثنائية أيضا، باستثناء المنح السويدية والمعونات الإنسانية لليمن ومنح اليمنيين المقيمين في السويد حقوقا إنسانية أبرزها الحق في المواطنة، وذكريات أخرى بين اليمن وستوكهولم من بينها البعثات السويدية إلى اليمن. دخول السويد على خط الأزمة اليمنية هو الرابط السياسي الأبرز بين اليمن والسويد ربما منذ تأسيس الدولة اليمنية الحديثة، خصوصا أن الأمر تمثل في بعث السويد مفدا إلى صنعاء بغرض التفاوض مع ميليشيا الحوثي بخصوص الترتيبات الجارية المتعلقة بالمشاورات السياسية. علاقة السويد بالتحالف العربي ليست على ما يرام، ولها آثار تمتد إلى العام 2015 حينما انتقدت وزيرة الخارجية سجل المملكة العربية السعودية المتعلقة بحقوق الإنسان إبان الحكم الصادر بحق المدون السعودي رائف بدوي. السلطات السعودية حينها ردت بمنع الوزيرة السويدية من إلقاء كلمة أمام اجتماع للجامعة العربية بناء على دعوة من أمينها العام نبيل العربي، وسحبت سفيرها من ستوكهولم ولوحت بقطع شامل للعلاقات بين البلدين، وهذا بحسب متابعين قد يعقد المشهد السياسي في اليمن إذا ما تم الحديث عن مشاورات من المقرر أن تستضيفها السويد تضم أطراف الأزمة اليمنية ووجود مبعوث سويدي يتحرك بالتوازي مع المبعوث الأممي تحت عنوان حلحلة الأزمة اليمنية. الحضور المباشر للسويد في خط الأزمة اليمنية ينطلق من كونها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، وتسعى إلى أحداث أثر ملموس في الأزمة اليمنية كونها الأزمة المتصلة بمجلس الأمن على أكثر من صعيد، منذ وضع اليمن تحت البند السابع إلى القرار 22/16 وبيانات المجلس ذات الصلة. إذن خطوة جديدة دكتور عادل من السويد تدخل خط الأزمة اليمنية، وتؤكد أيضا استعدادها لاستضافة مفاوضات أطراف الأزمة اليمنية، كيف تابعت هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع السياسي في اليمن والعسكري معقد إلى حد كبير، وأعتقد أنه أطراف الصراع يعني متباعدة بشكل كبير أيضا وتتباعد مع الوقت، خاصة أن أزمة الحديدة أيضا فجرت قلق كبير في المجتمع الدولي، خاصة وأنها المنفذ الرئيسي للإغاثة في اليمن ونقل المعركة إلى الحديدة دون أن تضع دول التحالف وبالذات دولة الإمارات أو تفسح الطريق للمجتمع الدولي لنقل الإغاثة إلى عدن أو المخا أو غيرها من الموانئ، أيضا ضاعف من هذه الضغوط. ونشهد الآن تسارع الأحداث باتجاه أيضا يعني وقف هذه العمليات ومحاولة أيضا تحريك عجلة السلام أو العملية السياسية إلى الأمام. كان بالأمس هنا
هناك ولا زال المبعوث الدولي يحاول أيضا يلتقي بكل الأطراف ويحاول أيضا يضغط في طريق إيقاف العمليات العسكرية في الحديدة. والآن السويد تدخل على المشهد، العنصر الغائب في المشهد أيضا الشرعية، وهذا يعزى إلى أن التحالف وبخاصة الإمارات غيبت الشرعية وهي المسؤولة عن إدارة الأزمة اليمنية، وأيضا هي من تمثل المرجعيات في اليمن، وبالتالي تتسابق الآن أحداث وسط قلق أيضا من تغييب الشرعية وظهور أيضا ميليشيات كثيرة على المشهد اليمني، سواء في الساحل المحررة أو في الميليشيا الإنقلابية التي تعبث أيضا بالأمن والاستقرار، وأيضا الأزمة الجديدة التي أيضا قلنا يعني أزمة الحديدة. وبالتالي هناك يعني عناصر كثيرة اجتمعت في اليمن شكلت قلق كبير وفجرت أيضا يعني هذا القلق في المجتمع الدولي. الآن نبحث يعني تتسارع الخطاب باتجاه أيضا محاولة حلحلة الأمور باتجاه دفع توجيه الأزمة إلى الحل السياسي، وبالتالي أعتقد أنه الأزمة السياسية أيضا معقدة، خاصة أن الأجندات تختلف، التحالف ليست له أجندات واضحة إلى الآن، لا الإمارات ولا أيضا المملكة العربية السعودية في مسألة الأزمة اليمنية، وأيضا في علاقتها مع الشرعية غير واضحة. صحيح نشهد أن هناك يعني في الظاهر علاقة جيدة مع الشرعية في الفترة الأخيرة، لكن على الثمار على الأرض ليست واضحة، ولم نشهد تغير في نمط السلوك الإماراتي. اليوم نشهد أزمة أيضا في العناد مع أيضا القادمين الهاربين من الحديدة، تقودها ميليشيات الإمارات، وبالأمس أيضا الوزير قرقاش فجر أزمة يعني قوية حركت الشرعية. لو عدنا لموقف السويد دكتور عادل، يعني هل تعتقد أن هذا الموقف من الأزمة اليمنية له علاقة أيضا بالخلافات التي نشأت بين السعودية والسويد قبل 3 سنوات؟ بلا شك أولاً الأزمة الإنسانية برمتها، يعني البعد الإنساني هو يهم المجتمع الدولي إلى حد كبير. فشل التحالف في حلحلة الأزمة الإنسانية في معالجة الملفات العالقة الاقتصادية في اليمن، فك الحصار وغيره، التقارير التي ترفع للمجتمع الدولي بأن اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في اليمن، وهذه مسؤولة عنه بشكل مباشر الحركة الإنقلابية وأيضاً دول التحالف. دول التحالف باعتبارها الدول هي مسؤولة بشكل كبير في معالجة هذه الأزمة، وخاصة أنها يعني حررت أكثر من 80%، فبالتالي كان منوط بها أن تعالج الأزمة في هذه المناطق وتجعلها نموذج أيضا للداخل اليمني وللمجتمع الدولي. هذا من جانب الأزمة، أزمة الحديدة ونقل المعارك باتجاه الحديدة وهي آخر ما تبقى من منافذ لإغاثة اليمني، أيضا ضعف قلنا من هذا القلق لدى المجتمع الدولي، فضلا عن أن هناك أزمة سابقة بين السويد والمملكة العربية السعودية مرتبطة أيضا بحقوق الإنسان، ومرتبطة أيضا بأداء وسلوك المملكة العربية السعودية سواء في الداخل السعودي أو في اليمن، وبالتالي كل هذه العوامل أعتقد ستضيف تعقيدا كثير في العملية السياسية في اليمن، على اعتبار أن الحركة الحوثية هي التي تستفيد من كل هذه المجريات، خاصة أن التحالف قلنا لم يعمل على سحب هذا القلق الدولي، لم يسحب البساط تحت من الحركة الحوثية في استغلال وتوظيف كل هذه الأزمات التي تستفيد منها الآن بشكل كبير. ونشهد الآن كل الوفود تذهب إلى صنعاء في محاولة أيضا يعني استرضاء الحوثيين والدفع في بهم إلى العملية السياسية، بينما لا أحد يتكلم عن الشرعية. الشرعية هي غائبة، المرجعية غائبة، أعتقد أنه التحالف نجح أيضا في عزل الشرعية وإبعادها كثيرا ودفع بالحركة الحوثية إلى الأمام. الآن الجميع يتكلم عن الإمارات أو عن التحالف عموما والانقلاب الحوثي، لا أحد يتكلم عن ألم تغيب الشرعية نفسها في نهاية الأمر؟ يعني ربما كان هناك أكثر من فرصة للشرعية لتثبت نفسها على الأقل أمام الخارج وأمام مواطنيها قبل أي أحد. الشرعية يا سيدتي تتحرك يعني خاصة في البعد العسكري، من يهيمن على من يدير المعركة العسكرية هي دول التحالف والإمارات تحديدا، وبالتالي الشرعية ليست لها يعني هامش كبير أو دور كبير في العملية العسكرية، وبالتالي هي أيضا مسألة الحصار، مسألة الأزمة الإنسانية، مسألة تحتاج إلى مقومات ومقدرات دول، والدول التحالف تتباطأ في معالجة هذه القضايا إلى حد كبير بهدف مقصود إلى إضعاف الشرعية وتشويه دورها بالداخل والخارج.
فبالتالي الميليشيات الكبيرة التي هي تملك الآن القرار السياسي والنفوذ على الأرض هي أيضا تتبع الإمارات، وهي تتعمد إحراق الشرعية، وكان حادث اليوم قلنا أيضا يصب في هذا القرار. سنتحدث عن ذلك دكتور عادل بعد أن تنضم معنا أيضا في هذا الحوار الأستاذة بشرى نصر الناشطة وخبيرة التنمية الاقتصادية من السويد. مساء الخير أستاذة بشرى. مساء الخير أستاذة ثانية. أهلا بك. برأيك أستاذة بشرى، هل تدخل السياسة الخارجية السويدية الشرق الأوسط من باب اليمن؟ أنا أعتقد، بس أنا عندي بس وجهة نظر مختلفة قليلا عن الدكتور عادل. الخارجية السويدية لم تتدخل في اليمن فقط بالأمس، وإنما كان لها دور منذ أن ترأست مجلس الأمن في 2018 في بداية 2018 و2017، حيث بدأوا بعمل مؤتمر للإغاثة الإنسانية لليمن في سويسرا مع الحكومة السويسرية. الحكومة السويدية تحركت بسرعة في اتجاه أن تفهم ما هو لب المشكلة في اليمن، ولكن للأسف نحن كمجموعة ناشطين طرقنا الباب للحكومة السويدية، نحاول أن نوضح الأزمة ونوضح الانقلاب ونوضح ما حدث، ونوضح أن هناك مجموعة من الناشطين ومجموعة من السياسيين موجودين داخل اليمن وخارج اليمن يمكن الاستفادة من خبراتهم والسماع لكافة أطياف الأطياف اليمنية والمتنازعة. لكن للأسف كان مجموعة ناشطين لم نستطع أن نوفر المؤتمرات المناسبة لهكذا أنشطة. لكن هذا التدخل الذي تتحدثين عنه أستاذة بشرى يعني هو تدخل إنساني، كثير من الدول تتدخل في اليمن من هذا الجانب، وربما السويد لها باع كبير في هذا الجانب، لكن التدخل الذي نعنيه هو تدخل سياسي، محاولة حلحلة الأزمة، أن تعرض يعني السويد كبلد يستضيف أطراف الصراع للمفاوضات القادمة، أن تضع اليمن في أول اهتماماتها أيضا لترأس مجلس الأمن في الشهر المقبل، في هذا الشهر يعني تقريبا. نعم، أنا أعتقد أن السويد اقتنصت الفرصة في هذا الشهر عندما ترأست مجلس الأمن. هذه هي فرصة ثمينة للسويد حتى تعمل على إجراءات فعالة نحو الأزمة اليمنية وغيرها من الأزمات مثل الأزمة السورية وأزمة ميانمار. السويد فعلا هي الأولوية لها هي حقوق الإنسان، الأولوية لها هي الدعم الشعب اليمني، لكن لا يتم ذلك إلا بالتدخل السياسي، والآن اقتنصت هذه الفرصة وتريد أن تحاول قدر الاستطاع أن تحلحل المشكلة مثل ما قلتم. لكن للأسف الشديد المجتمع الغربي ومنها السويد أيضا ما زال عنده نظرة سوداوية نحو السعودية، ولا ينظر للأزمة اليمنية إلا من خلال السعودية. هذه النظرة للأسف ليست بسبب، لا نستطيع أن نلوم أحد غير أن نلوم الشرعية اليمنية التي لم تتواجد من أول يوم ولم تشتغل مثل خلية نحل في بناء العلاقات وتوضيح الأمور وعمل الدراسات اللازمة لتوصيل ما مدى وعمق المشكلة في اليمن وما مدى ما هو النسيج المجتمعي اليمني. نعم، هل أفهم من كلامك أستاذة بشرى أن هذه النظرة السوداوية التي مأخوذة عن اليمن بسبب أنها أن الجميع ينظر لليمن من باب السعودية، والسعودية يعني ربما أمام دول الغرب والدول الأوروبية بالذات يعني هي ليست يعني ملتزمة بقانون حقوق الإنسان، ليست ملتزمة بالكثير من الشروط أو الشروط الإنسانية التي تتوافر في الدول الأوروبية؟ هل تتوقعين مثل هذه النقاط وأيضا الخلاف الذي حدث بين السعودية والسويد قبل 3 سنوات على نفس النسق وهو مسألة حقوق الإنسان أن يضر بالأزمة اليمنية، خاصة إذا ما وجدنا أن هناك تواصل مباشر
مع يعني أطراف مع أطراف الانقلاب والذهاب إليهم دون ذكر للشرعية بتاتا؟ أنا أعتقد أن السويد هي تحاول أن تجد الأساليب الفعالة والمناسبة، هي لم تجد لدى الحكومة اليمنية الشرعية السيادة، فلذلك هي لن تطرق الباب، هذا ما أعتقد يعني. للأسف الشديد الدول الغربية ومنها السويد لا أعتقد أن هناك من التقى بالخارجية السويدية، تم قبول السفيرة سحر غانم من فترة بسيطة، قبول أوراق اعتمادها من فترة بسيطة. العلاقات بين السويد واليمن ما زالت في البداية، السويد لم تلتقي بأي طرف من الشرعية. نعم، من طرف من الشرعية، قد تكون قد التقت بالوزير في الرياض أو هنا أو هناك فيه، ولكنها لم تدخل في نقاشات، لم تستمع إلى جميع الأطراف، فهذا الشيء يعني أؤكد أنه سيكون يعني دور السويد هنا سيكون دور منحاز نوعا ما، ليس دور نيوترال كما يقولون، حيادي في هذه الأزمة، وهذا ما أخشاه، لأنه غياب الشرعية مثل ما وضحتم، والسويد يعني دولة مجتمع مسالم، مجتمع حقوق الإنسان تأتي في المرتبة الأولى له، شعب تربى من أجداد أجدادهم، تربوا على الحقوق وتربوا على المواطنة المتساوية وتربوا على حقوق المرأة، فيصعب عليهم أن يفهموا ما كيف هي اليمن وما وأزمة اليمن. فأنا أعتقد أنهم هنا يريدون أن يعملوا بروبوغاندا أو يعملوا محاولة، لأن هذه فرصة يريدون أن يقتنصوها، لكن هذه الفرصة أتت وللأسف دون أن تكون في صالح الشرعية. نعم، إذا ابقي معنا أستاذة بشرى، أعود للدكتور عادل هنا في الاستوديو. دكتور عادل، يعني ما تعقيبك على هذه النقطة؟ الصورة كما شرحتها الأستاذة بشرى معتمة من قبل السعودية، خاصة أن الطرف الشرعي للأسف الشديد واجهته هي السعودية، لا أحد يتواصل مع السويد ولا أي دولة أوروبية لوضع الإشكالية الحقيقية أمام المجتمع الغربي، وهذا ربما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا. دعنا نبعد عن موضوع التحالف وعزل الشرعية التحالف، يعني لا أعتقد أنهم ربطوا وزير الخارجية وقالوا لا تذهب ولا تتواصل ولا يعني تتحرك، هذه أمور لا أظن أن أحد سيمنعهم منها، فلما هذا الركون وراء السعودية وجعلها هي في المقدمة في كل شيء؟ لا، هو يعني الشرعية سواء في سياستها الداخلية أو الخارجية ليست حرة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تذهب حيث تريد، هناك ضغوط غربية، وزير الخارجية تحرك أينما شاء دكتور عادل، يعني ولكنها يعني مثلا إذا ذهب وزير الخارجية إلى تركيا تقوم الدنيا وتقعد، وإذا ويتهم مباشرة أو إذا حركت أو استقبلت، فبالتالي هناك ضغوط كثيرة حول الشرعية وتتحرك وفق أيضا ميزان حساس، هذا جانب في الداخل أو في الخارج، بمعنى أنه ليست طليقة اليد في حركتها، في وهذا ما يعيب قلنا على التحالف، لكن هذا لا يعني ليس مبررا أن تقف الشرعية أمام الخطوط الحمراء التي وضعتها الشرع، عليها أن تشبك من علاقتها، عليها أن تقيم، أن تنفتح على الأطراف الدولية الفاعلة، وبخاصة الآن السويد، يجب أن تشبك مع كل العلاقات، يجب أن تخرج من الطوق الذي ضربه التحالف عليها سواء في الداخل أو في الخارج، يجب أن تقفز إلى الأمام، خاصة أن المجتمع الدولي يعترف بالشرعية وبالمرجعيات، وهي من هذا المنطلق تستطيع أن تتحرك، وهذه تعطيها عامل قوة وورقة يعني قوة كبيرة في علاقتها مع المجتمع الدولي، هذا جانب، يجب على الشرعية أن تلامس كل هذه
هذه الخطوط، هذا مسألة مهمة. لكن في ما ذكرت الأخت أنه فعلا المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي وتحديدا السويد تنظر إلى سجل السعودية الأسود في ملف حقوق الإنسان، وينعكس ذلك على نظرتها في أدائها في اليمن. أي الجانب أيضا، نعم، ألا توجد يعني مسألة تناقض في هذه المسألة؟ يعني معروف أن دول أن السويد يعني كانت هي من أعلى الدول في مجال صفقات السلاح بالنسبة للسعودية، يعني ربما من ضمن 30 دولة تقدم السلاح وتضعها يعني أمام المجتمع الدولي شريكة في الجرائم، وهناك تحذيرات كثيرة لعدم استمرار هذه الصفقات. كيف يعني أنا أشارك من جهة بتسليح هذه البلد ثم أعود لأتهمها بأنها مقصرة في حقوق الإنسان؟ لا، هو في الحقيقة كانت هناك مصالح، يعني عادة السياسة تحركها المصالح، فكثير من الدول الغربية لها علاقات قوية مع هذه الدول اقتصادية وعسكرية وغير ذلك. لكن أعتقد أن الأزمة اليمنية فجرت أمور كثيرة جدا، وكثير من الدول الغربية تراجعت عن دعم السعودية، ومنها من ألغت، ومنها السويد ألغت أيضا صفقاتها مع المملكة العربية السعودية، خاصة مع الاستهداف المدنيين بشكل واسع. اليمن حقيقة فجر قضايا كثير جدا، فجر قلق كبير للمجتمع الدولي، والآن السويد تتحرك ضمن هذا القلق الباعث، خاصة الآن مع الاتجاه والاندفاع باتجاه الحديدة بهذا الشكل الفج، دون بعد أن أغلقت دول التحالف كل المنافذ اليمنية وذهبت أيضا باتجاه الحديدة. أعتقد أنه الحديدة تمثل آخر، قلنا هو المركز الإغاثي الإنساني للمجتمع الدولي للشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في اليمن، وبالتالي من حق المجتمع الدولي أن يقلق جراء هذه السلوك الغير منضبط الغير مسؤول. الآن نشهد، قلنا، حركة ونشاط فاعل من قبل المجتمع الدولي، ممثل أيضا في المبعوث الأممي، وممثل أيضا في حركة في زيارة الوفد السويدي، وبالتالي كل هذه الجهود أعتقد فجرتها أزمة الحديدة. والهدف الأساس من كل هذه الزيارات هو إيقاف العمليات العسكرية، ومحاولة أيضا إعادة الحياة إلى العملية السياسية إذا استطاعوا. إذن أستاذ أبو شرب، اعتقادك يعني خلال شهر تولي السويد لرئاسة مجلس الأمن، هل ستنجح في يعني حلحلة الأزمة اليمنية؟ وهناك 3 مبعوثين سابقين ومحاولات عديدة ومفاوضات سابقة وثلاث سنوات من تركة الحرب الثقيلة. أنا أعتقد أن السلام لا يأتي إلا من وفينا، يعني لا يأتي في السويد ولا يأتي في جنيفا ولا يأتي في الكويت. الشعب اليمني شعب متسامح ومسالم، يجب أن نفهم هذا الشيء، أنه يجب أن نحل مشاكلنا بنفسنا. للأسف الشديد أنا أعتقد أنه ما زال الحوثيين متمسكين بالسلاح، وهذا يعرقل العملية. أنا أتمنى أنه لو إذا استطاعت السويد أو استطاعت الشرعية أن تقنع بتسليم السلاح، هنا عندك هدف واضح جدا للسويد في مجلس الأمن في خلال ترأسها هذا الشهر، هو حماية الأطفال. هم عندما يذهبوا إلى 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 اليمن ويدخلوا إلى مكاتب الحوثي الحكومة الحوثية في صنعاء، ويرون الأطفال في على الأبواب بالسلاح، الأطفال في الشوارع بالسلاح، هذه فقط تكفي إلى أنه يجب توقيف تسليح الأطفال. يجب، هذه أول خطوة، تحييد الأطفال من هذه الأزمة وتوقيف. وهنا كثير من التقارير ذكرت أن أكثر من 70% من الأطفال المجندين هم مجندين من قبل الحوثيين. هذه النقطة تكفي أن تضغط بها السويد على الحوثيين لو تريد فعلا الضغط. لكن نعم، هم عندما يذهبون إلى هناك سواء كانت السويد أو الدول الغربية يرون هذه أمام عينهم ولا يتحدثون عنها في التقارير، يرون نتائج الألغام ولا يتحدثون عنها في التقارير بكل وضوح وكل حزم. وهذا هذه الصفة إذا ما أردنا أن نبدأ هنا ستكون البداية. أعتقد إزالة الألغام الموجودة في تعز، انتهاء الحصار في تعز، خريطة الألغام في تعز، انهاء الحصار على تعز،
تحييد الأطفال من الـ من الـ من الـ في تجنيد الأطفال، تحييد الأطفال من الحرب. هذه أهم نقطتين. وثم تأتي النقطة الثالثة، ضمانات للإغاثة إذا في حال. الحكومة الشرعية كانت قد طرحت على الأمم المتحدة من قبل، هي وهو أن تدار الحديدة من قبل طرف ثالث. نعم، وتم الرفض من قبل الحوثيين. وما زال يعني هذه النقاط، يعني أعتقد أنه يعني تقدم بطبق من فضة الآن للحوثيين، ما زالوا يعني لا أدري يعني إلى أين سيصلوا، لكن لا أعتقد أنه سنصل إلى حل هنا. الحل يأتي منا وفينا، أن إذا في هناك ضغط يكون يبدأ بهذه النقطتين وثم يأتي الحلول الأخرى، يعني نعم تبدأ الأمور تتحلل. إذا شكرا جزيلا لك بوشا نصر الناشطة وخبيرة التنمية الاقتصادية، كنت معنا عبر سكايب من السويد. اسمح لنا دكتور عادل أن تسعد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. دكتور عادل، يعني إلى جانب الصراع الدولي على الحديدة ثمة صراع محلي متعدد الأقطاب، فإلى جانب المعركة ضد الميليشيا يخوض الرئيس هادي معركة أمام الإماراتيين وبقايا أنصار صالح، معركة إثبات أحقية المعركة. كيف يمكن أن تتصرف الشرعية إزاء هذه المتغيرات الجديدة مرة أخرى؟ في الحقيقة دولة الإمارات والتحالف عموما يسير في الاتجاه المعاكس للشرعية، وهذا واضح منذ بداية الأزمة مع الرئيس وأيضا الانقلاب، والآن فجرت هذا ظهرت وتجلت بشكل كبير في معركة الحديدة، حيث عزلت تماما الشرعية من هذه من المساهمة في هذه المعركة التي كان يفترض على الشرعية أن تكون في قلب هذه المعركة وتقود هذه المعركة فعليا وتشارك بفاعلية فيها، لكن لاحظنا أنها غير موجودة تماما، واستبدلت الإمارات الشرعية بقوات صالح، وهذا حقا عمق هذه الشكوك. الأمر الآخر شهدنا بالأمس، يعني على الرغم من التحسن الظاهري في العلاقة مع الشرعية بعودة الرئيس هادي إلى اليمن، تفاءل كثير بأن هناك انعطاف في العلاقة وهناك أيضا يعني تغير في سلوك في نمط السلوك الإماراتي تجاه الشرعية اليمنية، لكن الشرعية اليمنية لكن لاحظنا بالأمس يعني تجاوز خطير وإهانة حقيقة للرئيس وللشرعية اليمنية من خلال التصريح الذي أدلى به أنور قرقاش، الذي يعني دعا فيه للهدنة في تجاوز كبير للشرعية، وهذه من الأمور السيادية التي مفترض أن تكون من وزير الخارجية ورئيس الجمهورية. يعني وهذا للأسف لم يعلنوا عن هذه المعركة ولم يعلنوا انتهائها، يعني هم بعيدين تماما. اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ مصطفى الجبزي الدبلوماسي السابق من فرنسا. مساء الخير أستاذ مصطفى. مرحبا، مساء النور. أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني كيف يمكن قراءة يعني هذه الخطوة القادمة من السويد ومتى تأثيرها على التوجه والمساعي الأممية؟ يلزمنا أن نتحدث عن معطيين أساسيين. أولا أن الأوضاع في اليمن من ناحية إنسانية صارت في حالة مدهورة وخطيرة، وبالتالي يصبح اليمن مجال مفتوح لكل التدخلات الدبلوماسية، لأن هذا ملف مغري لكثير من الدول التي تنشط دبلوماسيا بأن تسهم بنوع ما في هذا الملف المفتوح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك تكثيف ضغوط كثيرة جدا على الصعيد الأممي أو على صعيد دول أخرى تريد أن يكون لها باع في المسألة اليمنية، ربما نتيجة لمواقف مسبقة. فيما يخص السويد ينبغي أن لا نغفل أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسويد مرت بمرحلة قبل أعوام قليلة جدا، مرت بمرحلة ليست جيدة، وبالتالي هذا معطى لا يمكن تجاهله.
لما لا، لنقول لما لا، ليست الأمور بهذه الطريقة العشوائية، ولكن الذاكرة الدبلوماسية لا تغفل أشياء كثيرة وتفاصيل هامة. يمكن فهم مع خطوة السويد باعتبارها ضغط آخر جد في الملف، لكن من المؤسف أن كلمة مندوب السويد في مجلس الأمن قبل فترة سابقة تبنت كثير من الأفكار التي حقيقة يطالبها الحوثيون، إذ يتجاهلون معطى الحرب ومعطى الانقلاب نحو جزئيات من قبيل إغلاق مطار صنعاء أو فتح مطار الحديدة، وبالتالي لا تقابل المسألة اليمنية برمتها، هناك مدن أخرى محاصرة وهناك حالة حرب وهناك انقلاب على ليس على الشرعية فأصلا غير، ولكن على الحوار بأجمله، على الاتفاق اليمني الكبير الذي كان يتمثل لمخرجات الحوار. نعم، إذا يعني طالما فتحت يعني موضوع الصراع القديم بين السويد والسعودية، هل تعتقد أن يعني أن اليمن ستكون مجرد ملعب للصراع بين الدولتين، وما مجلس الأمن إلا عصا غليظة بيد من يستطيع حملها؟ لا أستطيع تأكيد تماما ما ذهبت إليه، ولكن الحقيقة هي أن للسعودية سمعة ليست حميدة جدا في أوروبا، لأسباب حقوقية، لأسباب سياسية، لمواقفها في ملفات أخرى في المنطقة، وبالتالي نحن في اليمن ندفع تبعات هذا الأمر بشكل أو بآخر. نعم، كيف يمكن يعني التخلص من هذه النظرة أستاذ مصطفى، أو النظر للأزمة اليمنية من خلال السعودية وتركتها الثقيلة؟ القضية اليمنية هي قضية واضحة في نظرنا نحن، وينبغي إيصالها أكثر، ينبغي أن يعرف العالم بأننا أمام جماعة انقلابية انقلبت على الحكومة وانقلبت على الحوار الوطني، وتريد تمرير إرادتها السياسية بقوة السلاح، وبالتالي هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنها تبحث عن تحالفات إقليمية تنتج نزاع طائفي في اليمن. هذه نقاط يجب أن نوضحها إلى العالم حتى يعرف أن هناك أولا مشكلة يمنية حقيقية تتمثل في انحراف المسار السياسي وفرض إرادة قرار سياسي بقوة الحرب. بالتالي ينبغي علينا مضاعفة الجهود أكثر دبلوماسيا وحقوقيا ليعرف العالم المشكلة اليمنية دون أن يأخذها بالصراعات الإقليمية والميولات الإقليمية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الجبزي الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. عودة إليك دكتور عادل. دكتور، هل تعتقد أن الشرعية والتحالف ربما يعني سيلتقطون الفرصة لإنهاء الفصل الأخير من الصراع مع الميليشيا؟ في الحقيقة هناك تباين كبير الآن في المواقف في معركة الحديدة. الإمارات الآن تدعو إلى هدنة، وهذا صادم حقيقة للشرعية، وظهر أن يعني هناك قرار يعني اتخذ بشكل انفرادي من قبل الإمارات. الشرعية غائبة وليست حاضرة في هذا القرار، ولا أيضا كما ذكرت في مسألة إعلان الحرب على في هذه المعركة الأخيرة، وبالتالي هذا يجسد مدى الخلاف والبون الموجود بين الشرعية والتحالف، وهذا نقطة ضعف قاتلة في معركة الحديدة. ومن هنا تنشط الدبلوماسية الغربية وتأتي هذه الوفود، لأنها تشعر أنه هناك يعني خلل كبير في علاقة الشرعية مع التحالف، وهناك أزمة إنسانية مستفحلة في اليمن، وأيضا المعركة باتجاه الحديدة بهذه الأجندات المشوشة والغير واضحة، والذهاب أيضا إلى آخر منفذ إغاثي في اليمن. القضية ليست لها علاقة في الانقلاب، المجتمع الدولي ينظر لها على اعتبار أنها منفذ إغاثي أساسي لليمنيين، بعد أن أغلق التحالف كل المنافذ الأخرى، أو لم يسمح بمنفذ آخر يسحب البساط أمام الحركة العوثية أو أمام الضغوط، أو يمتص جزء من هذه الضغوط الدولية، أغلق كل المنافذ، وبالتالي يذهب إلى إغلاق هذا المنفذ الأخير باعتبار أن تداعيات المعركة ستؤدي إلى إخراج الحديدة عن الخدمة، وبالتالي سيغلق الميناء بالكامل أمام اشتداد العمليات العسكرية والتوغل باتجاه الميناء والمدينة، وبالتالي هذا يفجر قلق في المجتمع الدولي ويدفع باتجاه ممارسة الضغوط، باتجاه أيضا التقاط
التقاط الأنفاس ودفع وتنشيط العملية السياسية وإيقاف العملية العسكرية. هذه أيضا نقطة ضعف أيضا في المعركة العسكرية، غياب الشرعية بشكل فاعل في العملية السياسية برمتها والعسكرية الآن، وأيضا يعني عدم إيجاد بدائل للحديدة، فتح بدائل للموانئ أخرى تستطيع أن تمتص هذه النقمة الدولية على دول التحالف وعلى العملية العسكرية باتجاه الحديدة. العنصر الآخر وهو قوات العفاش، طارق عفاش، الذي أيضا يثير كثير من اللغط في ساحة الشرعية وفي علاقتها مع التحالف، وأن ويجدد الشكوك حول مسألة التحالف من عادة الثورة المضادة والتي حاولت مرارا يعني فرض صالح، وكانت هناك فيما سبق احتجاجات واسعة في عدن ومظاهرات أيضا عارمة في تعز ترفض عودة طارق عفاش إلى المشهد السياسي، الآن تفرضه من خلال الحرب، من خلال هذه المعركة العسكرية، وأصبح جزء من الواقع العسكري، حاولت تمرره الآن من خلال هذه المعركة بعد أن فشلت في السلم. وبالتالي هذا أيضا يشكل أيضا عقبة في طريق العلاقات مع التحالف، ويفجر أيضا قلق كبير في اتجاه أيضا لملمة الأزمة في مع التحالف. القرار الأخير أيضا، التصريح الأخير الذي أدولى به أنور قرقاش، أيضا يصب في هذا الاتجاه بأن الشرعية غير موجودة، معزولة، مغيبة تماما عن قضايا سيادية تهم الشرعية في المقام الأول. وبالتالي الاستعلاء، طريقة الاستعلاء في التعامل مع الشرعية، طريقة الانفراد في القرار السياسي والقرار العسكري لدولة الإمارات، هو الذي يعني يشرخ العلاقة مع الشرعية ويوسع الشقوق التي تنفذ منها الآن الضغوط الدولية، وتحاول أيضا الدفع في العملية في إيقاف العمليات العسكرية وفتح المجال والباب أمام التسويات السياسية، وهذا أيضا يضعف موقف الشرعية ويشوه موقفها في أي عملية سياسية قادمة. الآن المجتمع الدولي ينظر أو المشهد السياسي يعكس نفسه من خلال أزمة بين الإمارات والانقلاب في مسألة الحديدة، وتنصب الجهود حول أيضا أزمة الحديدة. لا أحد يتكلم الآن عن الأزمة السياسية انقلاب وشرعية، لا أحد يتكلم عن المرجعيات، ولا أحد يتكلم عن دور فاعل للشرعية جراء أيضا هذه الممارسات والتجريف الواسع من قبل دول التحالف في ساحة الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ إبراهيم القاطب الناشط السياسي عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم. لو بدأنا بالحديث عن تحركات المبعوث الأممي والنشاط أيضا الذي يعني قام به مبعوث الخارجية السويدية بصنعاء، برأيك ما وراء هذه التحركات؟ أنا في اعتقادي بالنسبة للمبعوث الأممي ربما يحاول إيجاد حل ليس للمشكلة في اليمن أو للحرب في اليمن، وإنما لما يعتقدونه مشكلة ربما تنتج عنه مزيد من الكارثة الإنسانية، وهو ما يخص ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة. أنا أعتقد أن التحرك يأتي على هذا الضوء، محاولة من الأمم المتحدة إيقاف تدخل الإمارات والسعودية بما يخص أهم ميناء في اليمن والميناء الوحيد التي تدخل منه المساعدات الإنسانية وما يحتاجه الشعب اليمني. هذا من ناحية. أما يعني من ناحية أخرى على الصعيد السياسي ككل لما يجري في اليمن، أنا لا أعتقد أن المسؤول الأممي يستطيع القيام بأي شيء الآن، و تحركات تأتي في إطار ضيق ومحدود. أما بالنسبة للتدخل السويدي فهذا في اعتقادي مؤشر له عدة من المؤشرات المهمة، أولها ربما السويد يعتقدون أن الأمم المتحدة لم تعد ميدية ولا لن يعد حتى وسيطها في اليمن له أي دور فعال. ثانيا الأمم المتحدة ولم تجد أي حل بالنسبة لليمن إلى حد الآن، لكن السويد تفكر والعالم كله يدرك أنه حتى تدخل السعودية والإمارات في اليمن لن يفضي إلى استعادة الدولة ولن يفضي إلى أي حل سلمي في اليمن. فلذلك جاء التدخل السويدي لعدة أهداف. أولا محاولة الجمع بين الأطراف اليمنية بعيدا عن التحالف العربي وبعيدا عن الأمم المتحدة، ومحاولة تقريب وجهات النظر فيها على هذا في على وجه التحديد. أما من الناحية الثانية، السويد هي دولة مصلحتها كما تعرفي لا يعني تشترك في أي حروب في العالم، وهي تعتبر دولة محايدة ولا تسعى إلا من أجل السلم
في العالم الكل أصبح يدرك تماما أنه مماطلة الحرب في اليمن لن تخدم الشعب اليمني ولن تخدم استعادة الدولة كما نرى في الجنوب وفي مناطق أخرى، وإنما أصبحت تسبب يعني أزمة دولية من ناحية الأمن الدولي وأزمة وكارثة إنسانية بالنسبة للشعب اليمني، لأن الواضح أن المشروع الإماراتي السعودي في اليمن لم يعد مجديا لاستعادة الدولة ولا لإنهاء الحرب في اليمن، فلذلك العالم يحاول أن يستغل هذه الفرصة وأن يتحرك محاولا تقريب النظر بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية من أجل إيجاد أي حل يساعد الشعب اليمني، وهذا بحد ذاتها مشكلة لأننا وصلنا إلى طريق مسدود على كافة الأصعدة. نعم، إذن كيف تقرأ الموقف السويدي؟ هل له علاقة بمعركة الحديدة أم له أبعاد أخرى في دقيقة؟ أنا في اعتقادي أن طبعا معركة الحديدة جزء منه، لأنه العالم كله كما ذكرت لا يرى الإماراتيين والسعوديين كمنقذين لليمن ولا يراهم يساعدون الشعب اليمني ومحاولة يعني تخفيف المعاناة الإنسانية والعسكرية عليه، فلذلك هم يحاولون الانطلاق من هذه النقطة ومحاولة إيقاف هذا التدخل السعودي الإماراتي في الحديدة، ومحاولة أخرى من أجل إنقاذ الشعب اليمني أو تقريب وجهة النظر المتباعدة بين ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية بحيث إيجاد حلول ربما أخرى تخفف من معاناة الشعب اليمني وليس لغرض حل المسألة. كما تعرفي وذكرت سابقا الكويت السويد دولة ليبرالية تنطلق من أجل الحقوق الدولية ومن أجل السلام الدولي، وهذا الذي يهمها بالدرجة الأولى لأنها ليست لها مصالح في اليمن كيعني استغلال الثروة، وإنما هي دولة داعمة لليمن على مر التاريخ وتقدم معونات على كافة الأصعدة لليمنيين، فأنا أعتقد أنها ربما تحرك المياه، ولكن المشكلة الأكبر أن الآن لا يوجد حتى الحكومة اليمنية تم إضعافها، ميليشيات الحوثي مشكلة كبيرة بالنسبة لليمنيين لأنهم لا يبحثون على حل سلمي في اليمن وإنما يبحثون على التسلط على رقاب اليمنيين والوصول إلى السلطة بالسلاح وبدماء اليمنيين. هناك مشاكل كثيرة، لكن التحرك السويدي أعتقد أنه الأفضل إلى حد الآن، كون الأمم المتحدة مصداقيتها مفقودة في اليمن ولا يوجد لها أي تحرك حقيقي لكبح جماح الحوثيين، وأيضا تدخل التحالف العربي الذي لا يخلق إلا الميليشيات ومزيد من الصراع الداخلي في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة أخيرة لك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني ألا توجد مخاوف من تعارض الدور البريطاني والسويدي في الملف اليمني؟ في الحقيقة كل الدول تحاول أيضا أن تلعب دور في الأزمة الإنسانية خاصة من بعدها الإنساني الكارثي، وبالتالي على من هذه الخطوة نحن نقول للشرعية يجب أن تستفيد من هذه الضغوط ويجب أن تستفيد من هذه الأيادي التي تمتد لليمن، يجب أن تكثف من علاقاتها وتوسع من علاقاتها مع السويد، ويجب أن تخرج أيضا عن هذه الصورة النمطية التي رسمتها الأحداث في اليمن، وبأن الصراع بين اليمن بعديه الأساسيين والانقلاب والتحالف، وبالتالي العالم ينظر إلى التحالف من أيضا زاوية حقوق الإنسان ومسجل زاوية حقوق الإنسان السوداء للمملكة العربية السعودية تحديدا وانعكاساته أيضا على الأزمة الإنسانية أو أيضا على الفشل في العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والأداء العسكري برمته في اليمن، وبالتالي على الشرعية أن تخرج من هذه الجزئية، عليها أن توضح أيضا صورة أخرى وهي أن هناك شرعية وهناك مرجعيات، ويجب أيضا أن تتواصل مع هذه الجهود، ويجب أن أيضا أن سواء في علاقاتها الخارجية عبر أيضا السفارات الموجودة وعبر أيضا السياسة الخارجية في التواصل مع هذه الدول وتوضيح أيضا صورة الشرعية ودورها في الداخل اليمني، وأيضا عبر أيضا المبعوث الأممي وأيضا السويد ووفود والتدخل السويدي في اليمن، وتشرح أيضا وجهة نظر الشرعية وما يحصل أيضا في اليمن وما يجري، أن هناك شرعية وهناك مرجعيات وهناك انقلاب على هذه المرجعيات، يجب أن توضح هذه الصورة للمجتمع الدولي، يجب أن تنقل الصورة الحقيقية لما يحصل في اليمن ولا تدفع ولا تدع الصورة النمطية هي التي تهيمن على الواقع اليمني من خلال الحرب، وبالتالي هذه الوظيفة الأساسية للشرعية التي يجب أن تفرضها الآن في خضم هذا النشاط والتفاعل الدولي مع القضية
اليمنية ومع الأزمة اليمنية. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.